إذن تطور خطير من إثيوبيا، وإثيوبيا لا تلتزم كالعادة بأي تعهدات ولا اتفاقيات ولا التزام أي شيء وتهرب من المسؤوليات، ولكن إثيوبيا الآن وضعت مصر والسودان أمر واقع، بدء الملء الثاني. قلت لحضراتكم من شوية كان معانا يوم السبت الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وقال لنا كده على الهوى إنه هيبدأوا الملء بكرة الحد، وبدأوا الملء. دكتور عباس أولا مساء الخير، وبحيي حضرتك على المعلومات الدقيقة. سيادتك قلت معانا يوم السبت هيبدأوا، وبالفعل بدأوا. مساء الخير أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو الحقيقة إحنا عرضنا مع حضرتك منذ يعني حوالي يومين إن بحيرة سد النهضة وصلت للمنسوب التي المنسوب الذي كانت عليه قبل فتح البوابات، يعني المنسوب العام الماضي حوالي 5 مليار متر مكعب، وابتداء من أمس يعتبر الزيادة فوق ال 5 مليار، اللي هي يعتبر الزيادة الرسمية فوق ال 5 مليار اللي كانوا من العام الماضي. ده اللي ممكن نعتبره اللي هو التخزين الثاني بدأ رسميا منذ أمس. فكون إن وزارة المياه الإثيوبية إنها اختارت مصر، هو طبعا احنا شايفين بعينينا وشايفين بالأقمار الصناعية وشايفين الحجم البحيرة، ومن قبل ده كله احنا شايفين الخرسانة. لأن هذا التخزين تخزين يعتبر تخزين إجباري، لأن إثيوبيا لو أرادت إنها توقف التخزين لن تستطيع، لأن السد أصبح مغلق بارتفاع 8 متر، وبالتالي المياه سوف تتجمع أمام السد إلى أن تصل لارتفاع 8 متر وبعد كده تفيض مرة أخرى من أعلى الممر. دي أحد الصورة دكتور عباس للوضع دلوقتي، هي دي الصورة اللي بتقول إن يوم 3/7 كانت البحيرة أقرب ما تكون للتخزين العام الماضي، يعني وصلت إلى 5 مليار، لأن حضرتك إحنا قلنا إن في منتصف إبريل إثيوبيا فتحت بوابتين، البوابات صرفت ما يقرب من مليار متر مكعب على مدار الشهرين الماضيين. إثيوبيا استعادت المليار متر مكعب خلال العشر أيام الماضية، وبالتالي إن دي الصورة بعد استعادة، ولذلك إحنا كنا دايما بنشوف حواف حوالين البحيرة نتيجة انحصار المياه. دلوقتي الحواف تقريبا كلها اختفت، بمعنى كده انها وصلت للحواف الاصليه اللي كانت عليها العام الماضي، والتخزين رسميا بدا امس، اللي هو يعني البحيره النهارده لما نشوف كميه المياه فيها هنلاقيها 5 مليار متر مكعب، وعليهم حوالي 200 مليون متر مكعب اضافيه، اللي هي الايراد اليوم حاليا 150 مليون متر مكعب، 50 منهم بيعدوا من الفتحتين، ويتبقى 100 مليون بيتم تخزينهم يوميا. الاسبوع القادم هيبقى الايراد 200 مليون متر مكعب، يمر 50 ويتحجز 150. يعني هو الحجز من امبارح بدا يحجز قد ايه من امبارح؟ امبارح يعني الحجز يوميا حاليا في حدود 100 مليون متر مكعب. في اليوم. في اليوم. هيزيد الاسبوع القادم يبقى 150. والاسبوع اللي يليه ممكن نصل الى 300 مليون متر مكعب يوميا. علشان كده هو في تقريبا على يوم 20/7 هيكون خزن 3 مليار. هو ممكن كان يخزنهم قبل يوم 20/7 يوم 15/7، ولكن بما انه فاتح البوابتين وسايبهم مفتوحين فبيمرروا 50 مليون متر مكعب يوميا. لو قفلهم يبقى التخزين هيبقى كامل، يبقى بدل ما بيخزن 100 مليون حاليا هيخزن 150. فهو سايبهم عشان كمان ان ما يحصلش اضرار شديده على السودان، ومجلس الامن يتنبه ان الاضرار ما زالت ممتده. لانه مش هيكرر خطا العام الماضي. ان هو العام الماضي كان التخزين بدون اي فتحات موجوده. دكتور عباس، بس هو كرر الخطا وكرر الجريمه ان هو ملأ الملء الثاني بشكل احادي بدون اي شيء. بالظبط، هو العام الماضي ارتكب هذا الخطا. ان هو مش خطا، هو جريمه. هو بالظبط، اللي هو اولا خالف كل الاتفاقيات اللي موجوده مع اثيوبيا من 1891 الى اعلان مبادئ سد النهضه 2015. لان حتى احدث شيء اللي هو اعلان مبادئ بينص في البند الخامس على التعاون في الملء الاول واداره السد. التعاون في الملء، طب انت بتملى باراده منفرده، وبعدين الكميه اللي بيخزنها اللي بيفرضها عليه الانشاءات الهندسيه. يعني العام الماضي كان عايز يخزن 18.5، ولكن الانشاءات الهندسيه فرضت عليه 5 مليار. هذا العام كان عايز يكمل ال 18.5 عن طريق تخزين 13.5 مليار
للمنسوب اللي هو 595. ايضا فرض عليه الانشاءات الهندسيه لانها لم تكتمل، واضطر ان هو هيخزن لمنسوب 573. لان في البعض اللي بيقول طب ما اثيوبيا بتتعاون مع مصر والسودان وقللت التخزين الثاني، بدل ما 13.5 مليار هتخليه حوالي 4 مليار فقط او 3. قلنا ده مش تعاون، ده قله حيله، ده بمعنى ان السد بالفعل الانشاءات الهندسيه لم تكتمل، وحاليا ده لسه ال 8 متر خرسانه. طيب.